المحبة ببساطة هي الله. المحبة ببساطة هي الله. لأن الكتاب بيقول الله محبة، من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. مادام من كل قلبك يعني القلب كله بتديه لمحبة ربنا، مش لحد تاني، لا مش لحد تاني، القلب كله لله. لذلك لما تحب اشياء خارجة عن الله تبقى دي خيانة لله، خيانة لله. محبة العالم عداوة لله. وقال ايضا ان احب احد العالم فليست فيه محبة الآب. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يبيد وشهوته معه. طبعا لأنه إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب. تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. يبقى معنى كده ان القلب كله يعطى لله، والحب كله يعطى لله، والله يملك كل مشاعر الانسان، كل عواطف الانسان، ولا يكون في القلب الا الله وحده. ان مرة راهب من الرهبان كان ماشي يصلي وقلبه متعلق بربنا في صلاته، وبعدين بص لقى ملاكين ماشيين، واحد عن يمينه وواحد عن يساره، فلم يسمح لنفسه ان يلتفت ليرى واحدا منهما، وكان يقول لذاته لا ملائكة ولا رؤساء ملائكة يمكن ان تفصلني عن المسيح. انا دلوقتي منشغل بربنا، مش هنشغل بالملائكة. القلب كله معطى لله، القلب كله معطى لله. ليه؟ لأن النشيد بيقول حبيبي لي وأنا له، الراعي بين السوسن. حبيبي لي وأنا له، حب متبادل عجيب بين الإنسان وبين الله، لا يعطيه فرصة إطلاقا إنه يحب حاجة تانية. بل أقول لك صراحة، إذا كنت تحب الله محبة كاملة العالم كله يصبح لا شيء في نظرك. خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. يصبح العالم كله نفاية. لماذا نحن نحب بعض أشياء في العالم؟ لأن محبة الله لم تتمكن منا تماما، لأن محبة الله لم تتمكن منا تماما. اوعى تفتكر ان ربنا يريدك كإنسان متدين انك تؤدي فروض او واجبات، ابدا. الله لا يعطيك فروضا ولا واجبات، انما عايزك تحبه زي ما بيحبك.
عايزك تحبه زي ما بيحبك. طب وهو بيحبك ازاي؟ بيقول الكتاب إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم حتى المنتهى. أحبهم حتى المنتهى. أنت بتحب ربنا كده حتى المنتهى؟ أحبهم ومات عنهم. فهل أنت بتحب ربنا لدرجة أنك أنت تموت من أجله؟ أحبهم وقال لهم حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. فهل أنت حيث يكون الله تكون أنت كذلك؟